افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني النسخة الثانية من مهرجان الحرف التقليدية حرفنا الذي تنظمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض في باب البحرين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة. في سياق استراتيجية هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى تطوير سوق المنامة القديم وإكسابه المكانة التجارية والسياحية التي يستحقها على المستوى الإقليمي والعالمي، ينطلق مهرجان حرفنا الذي يعد جزءا أساسيا وضمن الأولويات التطويرية الشاملة للسوق، لتحظى بدور كبير في استقطاب المزيد من الزوار والمتسوقين بالتزامن مع سباق الفورمولا 1. سعيدين اليوم بتواجدنا في مهرجان حرفنا في نسخته الثانية في باب البحرين، ومن واجبنا كهيئة السياحة في مملكة البحرين أن نحافظ على الحرف المحلية وإشهارها للعالمية. قمنا بتدشين النسخة الثانية اليوم، أيضا التزامن اليوم بتدشين موقع إلكتروني ترصد فيه الحرف وتوجد فيها بأنواعها وألوانها وأسعارها، وأيضا ممكن اليوم المشترين يشترونها عن طريق الموقع الإلكتروني. هذه جزء من الخطة العامة لتطوير الحرف في مملكة البحرين. مهرجان حرفنا يركز على الحرف اليدوية المحلية وندعم الصناعة التقليدية في مملكة البحرين. طبعا هذا المهرجان متزامن مع انطلاق سباق الفورمولا 1 في مملكة البحرين، فاحنا نحاول ان نروي سواح البلد الصناعة التقليدية وتراث اجدادنا، وفي نفس الوقت من خلال الورش العمل اللي موجودة بعد في سوق المنامة بنوصلها للاجيال القادمة. المهرجان يساند الحرفيين المحليين في إبراز وتسويق منتجاتهم وإبداعاتهم، بالإضافة إلى إسهامه في إحياء جاذبية مدينة المنامة القديمة، حيث يشارك في المهرجان أكثر من 18 حرفيا محليا يستعرضون منتوجاتهم في مجالات متنوعة، فيما يقدم مهرجان حرفنا تجربة مميزة تتيح للزوار التعرف عن كثب على الحرف اليدوية التقليدية. الصناعة هذه كانت أول زمان صناعة السبابين، أول بس متخصص فيها حق الرطب، الحين طبعا طورنا الحرفة، سوينا سلال، أنواع من السلال. أنا أسوي أكسسوارات، صناعة أكسسوارات، أكثر شيء أستخدم يعني أحجار كريمة، والخيوط اللي أستخدم خيوط جلد وخيوط قطن أستخدمهم، يعني ما أحط في سلاسل ما سلاسل، أكثر شيء بيكون ونفس هاي الطريقة بأحجار كريمة. يأتي إطلاق النسخة الجديدة من مهرجان حرفنا على خلفية النجاح المميز الذي حققه المهرجان العام الماضي، وتأكيدا على التزام الهيئة بتنمية الحرف التقليدية التي تمتاز بها مملكة البحرين والحفاظ عليها للأجيال القادمة، فضلا عن دعم الحرفيين المحليين لتحقيق المزيد من التطور والنمو من خلال منحهم منصة لاستعراض منتجاتهم اليدوية. من باب البحرين المنامة ينطلق مهرجان حرفنا الذي يجمع من خلاله الحرف اليدوية ويؤكد على أهميتها. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون.